السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. كما شفتوني انا جيت نوجه واحد الرساله لامي حاده باش ترجع تصور لينا لي فيديو. حنا توحشنا ديك السيده الطيبه، ما بغيناهاش مسكينه تبعد على اليوتيوب حيت هي نورت اليوتيوب وحنا كنستمتعوا بهذاك الشيء اللي كتقدم لينا المحتوى القروي على امي حاده شفناه وعلى امي حاده كنتونسوا به. نتمناوها تقدم لينا داك لي فيديو ديالها ودوك المحتوى ديالها الزوين ديال الباديه حيت حنا كنتونسوا بها وكيعجبنا بزاف، وكنحيوها من هنا تحيه كبيره، وكنقولوا الاخ يونس باش يردها لينا للتصوير. واخا عيانه مسكينه، راه حنا حاسين بها، هادشي اللي داز بها راه ماشي ساهل، وهادشي اللي مرت به راه ماشي ساهل، ونتمناو ليها غير الخير. وبغيناها واخا غير تجلس دير غير كرسي وطيب لينا شي وصفه ديال هي. عارفين امي حاده عزيزه عليها بزاف، عزيزه عليها داك البقوليات، تشارك معنا شي وصفه ديال البقوله حيت حنا كنتمتعوا باي حاجه كديرها امي حاده. الله يخليها لينا والله يطول لنا في عمرها. وهذوك المنتقدين ديال الوسخ، المنتقدين ديال العصابه، كنقولوا لهم غادي تبعدوا على السيده وتبعدوا على عائله مربوحه كامله واعطيوها باتساع وخليوا عليكم السيده، راها ما عندها في جبداتكم. دائما مسكينه غير كتدعي مع الناس ودائما كتبغي الخير للناس، وهي مسكينه عمرها فمها ما سمعنا فيه زعما شي كلمه سيئه لشي واحد ولا ساءت لشي انسان. داكشي علاش كتكبر في عينينا نهار بعد نهار، وكنتمناو ليها غير الخير يا ربي. وحنايا من امي حاده تعلمنا بزاف ديال الحوايج، وفي الحقيقه كتونسنا بزاف، حنا كجاليه مغربيه كتونسنا بزاف. ودايرين دابا هاشتاغ باش ترجع امي حاده تصور لينا غير اللي كان، غير اللي كان. حنا المهم نتفرجوا فيها، المهم ترجع اليوتيوب حيت بلا بيها اليوتيوب خاوي. حنا كمتابعين ديالها ما تديهاش في دوك اللي ما كيبغيوهاش واللي ما اللي كيقولوا لها الكلام الخايب، ما تديهاش فيهم، راه عندها جمهور كبير وعندها متابعين كثار. وكنقولوا الاخ يونس يرجع يصور لينا مع امي حاده واخا طيب غير اللي كان، كنديرها وكنعاود نقولها. وكاينه ربيعه حتى هي واخا تجلس وتسجل لنا فيديوهات، وكنتمناو لهم مسيره موفقه حيت حنا واخا كاينين بزاف ديال القنوات، ولكن امي حاده هي اللي كتبقى الطوب في القنوات كاملين. ونتمناو ليها غير الخير يا ربي، ونتمناوها ترجع باسرع وقت. امي حاده المراه طيبه الشريفه العفيفه اللي كيبغيها الكبير الصغير، وهي الاولى في اليوتيوب، وما بغيناهاش تبعد على اليوتيوب بسبب الحساده اللي باغين يطيحوها وكيديروا لها في الخطاط وكيديروا لها في المكايد باش يحيدوها من اليوتيوب. كنتمناوها ما تحيدش، والاستمراريه لامي حاده الغزاله. ومع السلامه.